بين فترة وأخرى تنفذ عمليات استباقية ضد تجار ومروجي الحبوب المخدرة من قبل شرطة مكافحة المخدرات في الأنبار. هذا اليوم كان هدفها 5 تجار من مروجي الكريستال ومواد أخرى، تم ضبطها بعد نصب كمين لهم في مناطق مختلفة بالمحافظة. اليوم هذه المجموعة هي مكونة من 5 متهمين من عدة مجاميع سابقة أخرى تم عرضها على القنوات ببرنامج القصاص. فهذه المجموعة مؤلفة من المتهم منيف سعد حداوي علي، وهو أيضا من سكنة محافظة كربلاء، الذي حاول بالدخول أيضا إلى محافظة الأنبار لغرض تداول هذه المادة، وتم ضبط بحوزته مجموعة كبيرة جدا ما أكثر من 50,000 حبة مخدرة، وكذلك غرامين ونصف من مادة الكريستال. المتهمون كشفوا عن طريق جذبهم للمخدرات من سوريا إلى قضاء الرطبة غرب الأنبار بطرق غير شرعية ليتم بيعها على جميع الأقضية في المحافظة. ألقت علي قسم مكافحة المخدرات والأثور العقلية، ألقت لقم بحوزتي 19,000 أجيبها من المدعو المتهم بسام فاضل اللي هو بداوتي، وأمشيها يعني أخذها من سكنة الرطبة، أخذها من الناس موثوق بيهم من الرطبة. أي نعم. تعرفهم؟ أي نعم. زين هاي الرطبة مين يجيبوها؟ هالمواد هاي مين يجيبوها؟ سيدي تيجي من الحدود، من الصحراء الحدود. من الصحراء الحدود؟ نعم. حدود سوريا؟ نعم، هو بيننا وبين شو اسمه حدود سوريا وكذلك سعودية. دوافع مالية وأخرى خارجية لاستهداف الشباب وأمن الأنبار والعراق، الهدف منها استهداف القانون العراقي، وعلى الحكومة المركزية بضبط الحدود بشكل محكم. من الأنبار، أحمد الحمداني، قناة التغيير.